تحية لمشاهدي قناة سوس تي في. اليوم 8 أفريل 2016 بالقصر البلدي بسوسة تدور الجلسة التمهيدية الثانية للدورة العادية الثانية بالقصر البلدي بسوسة لسنة 2016 بحضور مسؤولين وممثلي الجمعيات ومجموعة من المجتمع المدني. مشاهدينا الكرام، تابعوا معنا هذا التقرير. الجلسة متاع البلدية كالعادة يسمع المجتمع المدني، نستمع ثم نروح الناس الكل ولا مجيب. اليوم أنا قلت في الكلمة متاعي أنه واحد مل من الكلام على التجاوزات في المدينة العتيقة، على الأوساخ في المدينة العتيقة، على الانتصاب الفوضوي في المدينة العتيقة، على انخرام الأمن في المدينة العتيقة، الى حد انه اليوم مديت لهم ان دوكيومون القرار من وزاره السياحه من 2013 اعتماد بزوز مليار دوات من 2013. اذا النيابه الخصوصيه ما توصلش باش تجيب زوز مليار دوات محطوطين على ذمه المدينه العتيقه، انا نتسائل اليوم هالمجلس وهالنيابة فاش قاعدة تعمل؟ سؤالي بسيط جدا. إذا اليوم احنا ما نجموش لا عنا لا أمن لا عمنا نيابة خصوصية باش تنحي هالانتصاب الفوضوي، على خاطر كنا عنا 20 برويطة صبح و800 واش برويطة، وممكن كل عام يزيدوا أضعاف الأضعاف. إذا اليوم الناس الكل تقول أنه التراتيب عندنا مشكلة كبيرة، لأنه التراتيب ولا التابعة الداخلية ما عادش معناتها الشرطة البلدية، معناتها العملية هذه على مستوى وطني وبرا سيدي الحل متاعها على مستوى وطني. لكن إلى حد أنه اليوم نلقاو دي دوكيومون فيهم فلوس محطوطة زوز مليار دوات للمدينة العتيقة ولا أحد يحرك ساكنا، نقول هنا المصيبة العظمى قاعدة تصير. راهو مش معقول احنا اليوم كمجتمع مدني إذا ماشي في بالهم اليوم باش يزينوا بنا الطرح، وكل مرة احنا لهنا نجيو ونتكلموا الناس الكل ومن بعدها ما فما لا بيفي، لا يعطيونا شنو قاعدين يعملوا، لا فما معناتها ان سويفي. دونك نقول لهنا فما اشكال كبير، يلزمنا نفيقوا الناس الكل انه راهو المجتمع المدني ماهوش التصويره، واليوم اذا بدينا نتكلموا راهو غدويكا باش نوليو نفعلوا. اليوم انتوما من مشمولاتكم انتوما كصحافه
انكم تشدوا صحيح في المسائل هذه، والمسائل كلها هامه، واحنا زاد من مشمولاتنا زاد كيف كيف انه باش نقعدوا نشدوا صحيح وماناش باش نصيبوا. اذا ماشي في بالهم باش نصيبوا رحنا ماناش باش نصيبوا. اليوم عندهم مشاكل داخليه ونعرفوا انه المجلس مش ولا منقسم، ما هيش مشكلتنا، مشكلتهم انهم معناتها ينقسم، الانقسام نتاعهم ما يهمناش، اللي يهمنا هي مصلحه البلاد. اليوم اذا ما عندهمش مصلحه البلاد كل واحد يتحمل مسؤوليته. شكرا. الناس الكل اللي جنب الباقي جلسه مش حاجه كبيره يعني، ما خلطناش لا التطبيق ولا التفاصيل ولا اي شيء. هذه اللي احنا معناتها براتيكمون كل مجلس نسوقها والى يومنا هذا معناتها ما لناش حتى بصيص من النور في الموضوع هذا. المداخله كانت على اساس كنا ساعين انه البلديه تطبق القانون في اللازمات اللي تعمل فيها، وخاصة بالنسبة للسوق الأحد. الحقيقة من شهر 12 وإحنا نقدموا في رسائل من طرف الليتيكا ولكن ما ردوا علينا حتى شيء. كانت وقفة احتجاجية يوم الأربعاء اللي فات لهنا في البلدية، كذلك وعدونا باش نوجدوا الحل، موجدنا معهم حتى حل، ولذا الغرفة اتخذت قرار أنه يوم الأحد ما ثماش السوق على أساس نحضروا كل التجار ونقعدوا في سياراتنا من غير انتصاب، وهذا لأنه المشاكل كبرت بشكل كبير. أولا أنه اللزمة اللي عملتها البلدية حطة فيها سعر المتر المربع 2000 فرنك بالنسبة للتجار، سعر المتر المربع، والقانون يقول بين 75 مليم وال 150 مليم، والآن وزعت حتى نسخة على القانون، وزعت على الأعضاء المجلس البلدي، ونتمنى أنه احنا نوصلوا لحل ما نوقعوش في المشاكل هذه. بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالجلسة هذه الحقيقة حبيناها معناتها تكون شبه منعرجة على خاطر ساهمنا في الإشهار لاستجلاب المواطنين، على خاطر لاحظنا أنه سياسة البلدية تنفر المجتمع المدني من التواجد في مثل هذه التظاهرات بطرق وأساليب يمكن هما قارينها قراية اصلا، كي يبدا يسمع في المواطن ويأخذ عليه دي نوت وفي الاخر يلقى انه الكلام هذا الكل مشى وكانه لم يفعل شيئا، يصيب بالاحباط، يصيب باليأس. هي نعرف على تو جوست بعد الثوره جمعيات المجتمع المدني ما شاء الله بالعشرات وبالمئات حضور شباب وناس مندفعه تنجم تعاون بقدراتها بطاقاتها باموالها بكل شيء، لكن تم تطويق المجتمع المدني وخصوصا لنا في سوسه، ما يجيش مصير نتاع بلاد كامله نتناولوه بالشكل هذايا. لنا معناتها يلزم معناتها المزيد من التوعيه للمواطنين، راهي البلاد اللي فوتو. ونعطيك حاجه، راهو معناتها الاحزاب كلها بتم طميمها عندها حساسية تجاه المناطق الساحلية وخصوصا سوسة، وكلهم موافقين في مبادئهم بالتنمية في المناطق الداخلية أوكي، لكن لنا المتساكنين قاعدة تضر. يعني اليوم كيجيني واحد حزبي ولا كذا ياخذ تعليمات من عارفه انه ليس تومبي سو بروجي ولا ليس تومبي الحكايه هذيك ولا الميزانيه اولى بها مناطق اخرى. نلاحظوا ان المسؤولين اللي يدافعوا علينا لدى السلطات هما ضدنا، معناتها حاميها حراميها. كيفاش المواطن تحبوا يستثيقهم؟ كيفاش باش نتعاملوا معاهم احنا غدوه؟ لنا يفو بوسي فور، سورتو انه تو جاي بيريود نتاع انتخابات ونراو في الاحزاب الكل مشمره ايديها، معناتها ولاو تو بكلهم وطنيين وبكلهم يساسوا ويهبطوا للمواطنين وفي القهاوي قريب باش يشيخوهم كما جوست باش ياخذوا اصواتهم. وفي الاخر تلقى روحك انت مواطن معناتها وقع تلاعب بيك والمصالح العامة، إذا كان ما تتكتفش الناس الكل تو في الريجيون تاعنا جافو أنه فما عقلية أضرب راسي أخطأ راسي واضرب، وأن المواطن ما يتكلم إلا ما تجي فيه ضربة. لا، اليوم يلزمنا نتكاتفوا خاطر المدينة تاعنا ريالمون مستهدفة، وأن وصلنا جوست كوبو مع السلط ويقع التلاعب بينا، وبعد ما نوصلوا نطلعوا كالحجر الأعلى جبل يا يسيبوها لنا من فوق تطيح نعاودوا نطلعوها، يا يبدل لك المسؤول، يا يبدل لك صاحب القرار، لا يشوه لك محضر جلسه، لا يعطيك معطيات معناتها ما صارتش، يخليك يا تمرض بالسكر، يا تطلع لك التونسيون، يا تقول بلاش بيها دي معناتها شلزني على الامور هذه. وهذا حاجه سي تري غراف قاعدين نعيشوا فيها يوميا لنا، ومالغري سا السلطات المركزيه ماهيش قاعده تدخل وما تنظرش للموضوع هذا، تغزر كان للوثائق اللي تجيها والتحارير. اليوم معناتها توريت محضر جلسه كيما هناك، ارجع بعد جمعه شهر نص شهر قول له اعطيني محضر جلسه نتاع المجلس التمهيدي هذا، تا
تو مش حاضر، مش من حقك، مش حاضر، ما عندناش، ما تلقاش كيفاش تحصل عليه. يهبط بعد شهرين ثلاثة تلقى فيه كلام غريب جدا لم يذكر في الجلسة هذه، وتلقى الحاجات اللي حتى حشتهم بهم يحطوهم ويمرروهم عنوة على الناس الكل. وهذا معناته واضح وجلي، وان شاء الله نوصلوا تتكون اليات ويشعر المواطن، خاطر المواطن اذا كان ما ينزلش هو وما يفرضش معناتها الضغط نتاعو باش ياثر على حاجات كما هكا ويفضح باردون بعض السلوكيات من نوع هذا سي ترو غراف، ورانا ماشيين الى ما هو اسوء. إذن مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام تغطيتنا اليوم للجلسة، كنا نشاهد في طرح عديد من التساؤلات، من الإشكاليات، من الاقتراحات. لاحظنا أني فما شوية يعني غياب للمواطنين، وجاءوا حضروا يعني ممثلين عن الجمعيات، وفما برشا يعني إشكاليات اقترحوهم. الآن ننتظر في رد الجهات المسؤولة. مشاهدينا الكرام إن شاء الله في تغطية أخرى.